شخصية اليوم هو أكثر واحد عصب الحسن الثاني، ريسكيدور ديال بصح، مغامر ما كيعرفش الخوف. أكثر رجل نرفز الحسن الثاني وتسبب لي في الأرق. شاب جري جمع ما بين الدهاء والخبث والشجاعة والمكر. هو اللي سلقصر كيف ما سماه دريس البصري، والمغامر الطائش كيف ما سماه الحسن الثاني، وشقيق محمد السادس كيف ما قال على راسه مرارا وتكرارا. كيقولوا باللي هو سبب مرض الحسن الثاني قبل ما يموت سنة 1999 رحمه الله. ركزوا معايا عافاكم مزيان في هذه الحلقة، غادي تعرفوا شلابوك دواسة وشلابوك معلومات سرية، كيفاش غادي يدخل القصر وكيفاش غادي يشفر الماليطة ديال الملك، واش كان بصح ولد الحسن الثاني ولا غير طالقها، وكيفاش القضية ديال الاغتيال ديالو وشكون قتلو وعلاش قتلو، وبزاف ديال الاحداث اللي خطيره وقليل اللي كيعرف هاد المعلومات. وفي هاد القناه هذا هو دورنا، اننا نبحثو في القاع ديال الخابيه باش نجبدو لكم النقعه ديال التاريخ اللي ما قراوناش ونقدموه لكم. سيداتي سادتي، حلقه اليوم اكبر اعداء المغرب، الخائن الاول والغدار الاول هشام المنداري. وصلوا هاد الفيديو ل 100,000 لايك واشتركوا في القناه. اليكم التاريخ الاسود اللي ما قراوناش. سنة 1971 تزاد هشام المنداري بالعاصمة الإدارية الرباط، كبر بعيد على والديه اللي طلقوا ومازال صغير. باه محمد بن علال المنداري كان كيشتغل في قطاع السياحة، وكان كينتقل ما بين أكادير ولبنان، واستقر لفترة ما في الإمارات العربية. قرا هشام المنداري الابتدائي في باريس والثانوي في جنيف. القصة العجيبة الغريبة لهذا الشاب الفقير مع أهل العلاوي غتبدا من كمل في عمره 18 عام. شي نهار كان معروض العرس ديال شي واحد من العائلة ديال الأم ديالو شهرزاد الفشتالي، وتعرف على شابة كتعيش في ديلار دار المخزن اللي كانت بناها الحسن الثاني، وكان كيعتبرها بحال واحدة من بناته، سميتها حياة الفيلالي حيت خالتها كانت إحدى القيمات في القصر وكانت مقربة من الحسن الثاني. هي السيدة المكلفة بخزينة القصر والسكرتيرة ديال الملك فريد الشرقاوي. تعرف هشام على هاد البنت حياة، عجبها عجباتو، وقالوا راه نديروا لك حل في البيض، اتفقوا باش يتزوجوا، والحسن الثاني وافق على الزواج. ومن هنا هشام المنداري غادي يدخل القصر، وهنا غادي يبدا يلعب كبير. والدخلات فريده الشرقاوي السكرتيره ديال الملك انذاك باش توسط ليه باش يخدم في الفرقه ديال الامن الخاص اللي كيشرف عليها محمد المديوري. وهنا غيبين الشاب على وجه جديد وغينفض عباءة عم سيدي ويلبس كوستيم نو مسيو جي ان نوتخ اوبينيون. كان جريء ومحتال ومزور وما كيعرفش الخوف. رجع كيستغل صفة مستشار ملكي واستفد من بعض الصفقات تحت الدريعة. زيد على ذلك لو وقع ليه شي مشكل في الخارج كان كينتحل شخصية الامير هشام اللي كان كيشاركو نفس الاسم. زور بعض الوثائق حتى حصلوه في بوردو وقال لهم انا هو الامير هشام. تم عيطوا على الداخلية المغربية اللي اكدت بلي هشام كيتواجد حاليا في المغرب وماشي في فرنسا، وتم شدوه وجروا عليه للمغرب. وكان الحسن الثاني على بونه تجري عليه كون ما دخلاتش فريدة الشرقاوي هي اللي زوقات وعورطات بيه، وعطى الحسن الثاني الانذار الاخير وقال لي المرة الجاية اللي غنسمع عليك شي حاجة غيكون هذا فراق بيني وبينك. تبت المنداري ودار حجرة في سرواله حتى وهم الجميع بأنه تاب، والتوبة تنديد والتنديد اعتراف بالمنكر باش ما يتكررش. من بعد مدة ديال الكالم والهدوء تبين بأن هذا الهدوء هو نفس الهدوء اللي كيسبق العاصفة، حيت قدم هذا الشاب على خطوة جنونية جريئة ومتهورة حتى أكبر المتشائمين ما كانوش يتوقعوها منه. واحد النهار جا الملك الحسن الثاني من فرنسا ودخل المكتب ديالو في القصر، إذ به كيتفاجئ بواحد الماليطة شفرت ليه فيها أرقام سرية كتتعلق بأرصدة وشيكات وأموال طائلة لا يستهان بها من فئة الدولار. صدم الحسن الثاني وتعصب وجرع على بزاف ديال الحراس، وديك ساعة اتصل بالأجهزة ديال الاستخبارات اللي غيتفاجئوا باختفاء هشام المنداري. فين مشى هشام؟ فين مشى هشام؟ غبر لي الآثار. الحادثة كترجع لأحد الليالي اللي رجع فيها الحسن الثاني من زيارته للخارج، تم استقباله بحفاوة، ومن بعد لحظة توجه للغرفة الخاصة ديالو، غرفة الأسرار اللي فيها الأموال والحاجيات وأهم الوثائق ديالو. تم اكتشف عاهل البلاد ضايع حقيبة مملوءة بالدولارات ووثائق مهمة بزاف، بالإضافة لخاتم ملكي منحوت من أعلى طراز. تعصب الحسن الثاني ودخل في جو هستيري، لخص هاد الجملة وقال حرفيا لم أغضب في حياتي كما غضبت يوم سرقت حقيبتي.
وما هي الا لحظات حتى اكتشفوا اختفاء هشام المنداري ومراته وبنتيه. قلبوا عليه الرباط زنقه زنقه دار دار، وتبين فيما بعد انه كاين بالفعل علاقه ما بين اختفاء الحقيبه واختفاء هشام المنداري. وقبل ما يوقف الحسن الثاني حسابه البنكي، اكتشف ان مبالغ ماليه مهمه كانت سحبات من الحساب ديالو وانه تعرض للسرقه. وهنا الحسن الثاني غيب لغبيه السيلو الزبا، قام بطرد مجموعه من الحراس وصبوها بالغضب تجاه فريد الشرقاوي وغيقلب عليها لاول مره، منين عطى امر بفتح تحقيق معاها وضعها تحت المراقبه. سي هشام هرب الميريكان لولايه فلوريدا وبقى تما واحد المده، وعيات المخابرات والاجهزه الدبلوماسيه والديستي واللعيبات انهم يتواصلوا مع البيت الابيض باش يسلموا هشام، ولكن والو. هشام المنداري تما في امريكا قام بتوجيه رسائل شديده اللهجه للبلاط والناس ديال القصر والاسره الحاكمه، وهددهم الى ضايقوه غادي ينشر مجموعه من الوثائق السريه الخطيره الداخلية نهجت سياسة التريض، وقالت هدا تنشوفو شنو غادي يدير. وتم بدا كيبيع نصوص صغيرة من وثائق سرية وكيبيعها بعشرات الالاف ديال الدولارات، وبهذه الطريقة قدر هشام يحصل على مبالغ مالية كبيرة. هاد المبالغ اللي رجعت منه شخص كيهدد النظام، راسلة الداخلية اللي كانت كتعيش على قدم وساق السلطات الامريكية، اللي في اخر المطاف اعتبرت هشام غير مرحب به وسقطته لفرنسا. وجاتو استدعاء القضية الدنانير البحرينية اللي كان متهم بتزويرها وتبييض الأموال، وكان غادي يهدم اقتصاد دولة على قدها بتزويره العملة ديال الدينار البحريني. وفي أواخر التسعينات القضاء الفرنسي غادي يبرئ هشام من التهم المنسوبة ليه، وغادي يعطي حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي. وهنايا هشام غادي أسس حزب معارض في المغرب وغادي يمولو من فرنسا، وغيفلت من موراها من محاولة اغتيال حكم أنه ديما كانوا معاه ليغارد كور ديالو الحراس الشخصيين. وهكذا رجع كيتنقل ما بين فرنسا وإنجلترا وإسبانيا. ورجع هشام حبيب المخابرات الجزائرية اللي اعطته رسميا صفة معارض للنظام المغربي، ملأ الدنيا صخبا وعابة وشغل الرأي العام في ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وكاين مصادر كتقول بأنه ارتبط بشبكات المافيا وصنع لنفسه اسم طويل عريض في سجل أعداء القصر بسبب عمليات النصب والاحتيال والتزوير اللي رجع عنده فيها باع طويل، تسبب في إحراج كبير للنظام بتهديداته الصاخبة والمبطنة وخرجاته الإعلامية. جاء محمد السادس وكان أكثر حزما في التعامل ديالو مع هشام المنداري، دازت القضية الانتربول وطالب المغرب رسميا بالقبض على المتهم وترحيله للمغرب باش تتم المحاكمة ديالو. هشام المنداري مشى لبريطانيا وتما غادي يأسس الحزب المعارض ديالو اللي غادي يسميه المجلس الوطني للضباط الأحرار، وغادي يمولو من الأموال اللي كان كيسرق من الحسن الثاني. وبفضل المبالغ المهمة اللي قدر يحصل عليها ببيعوا المجموعة من الوثائق للصحافة الأمريكية والإسبانية بالدرجة الأولى، ما وقفش عند هذا الحد وأدلى بتصريحات نارية، فجر قنبلة من العيار ثقيل خلقات الحدث في كبريات المجلات الدولية، حيث صرح أنه الإبن غير شرعي للملك الراحل الحسن الثاني من السكرتيرة ديالو فريدة الشرقاوي. واعترف هشام بأن الملك الراحل أنجبه من السيدة فريدة الشرقاوي السكرتيرة ديال الملك، وقال باللي كانت عشيقة الملك الراحل الحسن الثاني، والسيدة فريدة لازالت حية ترزق ومحجوزة في القصر الملكي ببوزنيقة. وقال بأنه تولد وعاش في القصر وقرأ في المدارس الملحقة بالقصر، وأن الملك الحسن كان كيعامله بحال ولاده بلا ما يعترف به. وموراها بمدة تعرض لمحاولة اغتيال في باريس وقدر يفلت منها بأعجوبة لأنه كان لابس الصدرية الواقية. هشام المنداري في الأيام الأولى اللي كان في القصر كانت عنده علاقات قوية مع رجال الدولة بحال القادري والحاج المديوري مدير أمن القصور والجنرال العنيقري، وكانوا كيتقاسموا خبايا مشتركة عن أجهزة الدولة العميقة. لحد الآن ما كاينش شي حاجة كتبت أنه ابن الحسن الثاني، وبالخصوص أن أسرار اللغز كانت عند المستشار الخاص ديالو اللي في أمريكا اللي خلاله هشام وثائق وكاسيطات وحقائق خطيرة من بعد الوفاة ديالو. هذا المستشار أعلن في وقت سابق أنه غينزل هذوك المعلومات الخطيرة للمزاد العلني والصحافة العالمية والأعداء السياسيين ديال الدولة المغربية، وقال أنه إلا تعطاتني 300 مليون ديال الدولار من أي جهة في العالم
غادي نبيع ليها هادشي بحكم انه كان كيتسال هشام شي فلوس. وفي جانب اخر الحقائق تتقول ان هشام عمرو تدرج في الداخليه وعمرو خدم في الامن باش في دقه واحده يولي من حراس الملك، ومن بعد يولي المستشار المالي الاول للثروه ديال الملك الحسن الثاني. وكذلك السيد كان مفشش بزاف داخل القصر، حيت حتى الامراء وعائله الملك ما كيقدروش يتحاسبوا معهم، ما كيقدروش يهضر معاه حتى شي واحد الا الملك الحسن الثاني. وفي 2003 تعرض لمحاولة اغتيال أخرى، أبدى الرجل استياءه وحمل المخابرات المغربية مسؤولية مضايقته، ومرة أخرى خرج بتصريحات خطيرة كانت بمثابة القشة اللي غادي تقسم ظهر البعير. تصريحات اللي نشرتها جريدة الخبر الجزائرية ولا راتون الإسبانية كانت بمثابة تهديد من هشام المنداري بأنه غيدير محاولة انقلابية ضد المؤسسة الملكية. وفي غشت في سنة 2004 غيهتز الرأي العام وعلى رأسهم قناة الجزيرة على خبر وفاة هشام المنداري بمقتله بجوج قرطاسات في واحد الباركين مع ثلاثة ديال الصباح في ملاقا الإسبانية. هشام المنداري خدم عنده طاقم حراسة خاص وعشرات ديال لي غارد كور، ولا خايف على راسو. وفي ليلة 5 غشت 2004 كان باغي يتلاقى مع شي ناس، وصل للباركينغ ديال الطوموبيلات في واحد الإقامة بلدة ميخاس اللي كاينة ما بين ماربيا ومالاغا الإسبانية. بمجرد منزل لقى أن لي غارد كور ما معاهش، تصدم ولقى راسو وحيد. شوية هو يلقى قناص قدام، عطاه بقرطاسة جاتو نيشان للدماغ. وهكا انتهت حكاية زور القصر وأخطر شخصية سبات الحسن الثاني ومحمد السادس في الأرق والإزعاج. أما الملف بقى مفتوح والشرطة صرحت باللي ما كانش كيفاش يلقاو القاتل. إلى هنا سيداتي سادتي كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم، كان معكم أخوكم وحبيبكم يونس مسراب. السلام عليكم، دوزوا بخير.